حيالله إدارة بالولايات المتحدة هي هذه الإدارة بتوصل من الانتخابات، الشعب ينتخب لهذا الرئيس ولهذا الحزب وبينتخبوا للكونغرس ولا مجلس الشيوخ. أين الشعب الأمريكاني من موضوع حزب الله ومن موضوع حماس؟ 95 أما 99% من الشعب الأمريكاني اللي بيصوت للمشرعين هو ضد المنظمات الإرهابية. يعني لما بيروحوا النواب صوتوا لمصلحة إسرائيل 99% منهم صوتوا لمصلحة إسرائيل، مش إنه 70 30، 99% صوتوا لمصلحة إسرائيل. معناتها الإدارة مجبورة تلتزم بالشعبية اللي بدها تصوت لها للانتخابات القادمة ب 5 نوفمبر. بقى برغم الأصوات والتمديدات تطلع من هون وهنيك بعض أيام، هيدي بالفعل يمكن للرأي العام العالمي بتعطي صورة أنه في تغييرات ضمن إدارة بايدن، ولكن هذا ليس صحيح. المشرعين الأمريكيين بدهم يدعموا إسرائيل ضد الإرهاب. هلأ إذا قلت لي كان يمكن في حرب ربما باليمن، أما حرب بالسودان ومش كل الإدارة موافقة، صحيح، وإنما دعم إسرائيل ضد الإرهاب لأنه إسرائيل مش عم بتحارب الشعب اللبناني ومش عم بتحارب الشعب الفلسطيني، عم بتهاجم، عم بتحارب مجموعات فصائل هي موجودة على لوائح الإرهاب في الولايات المتحدة، عوضا عن الآن الشعب الجيش الأمريكي ينزل ويقاتل هؤلاء المجموعات، وعوضا انه الشعب اللبناني غير قادر انه يحارب حزب الله. اليوم في وكيل لهم بده يحارب، وانا اكيد اسرائيل يعني ما بتحب هالشيء ومش مستعده انه تحارب بلبنان تتنظف لبنان من حزب الله، لانه بس لبنان حزب الله عم بضره مثل ما هو عم بضر مصلحه الشعب اللبناني. الشعب اللبناني سيكون سعيدا عند الانتهاء من حزب الله، بس في حزب الله عنده خيارين: يسلم سلاحه حسب القرارات الدولية الموجودة 1559 و1701، أما بده يواجه مشكلة مع إسرائيل ومع الشعب اللبناني، لأنه إذا بقي حزب الله على سلاحه بلبنان وإذا حماس بقيت بغزة، ما هي النتيجة؟ ما هي ردة الفعل؟ النتيجة وردة الفعل، وإذا توقفت الحرب، الأنظمة بالدول العربية من اليوم لعشرين سنة ربما راح تتغير، واللي كان في برقة أمل وضوء للمستقبل للشبيبي ربما راح نروح على ظلام بالمستقبل إذا خلينا وسمحنا لمجموعات إرهابية هي عوضا أن يكون في جيش نظامي عم بيقاتل. صار اليوم كل دولة بتتخلى عن جيشها بالعالم العربي وبتجيب ميليشيات هي تقاتل لغايات معينة، وهذا يعني صفينا بشريعة الغاب ولا بشريعة القاتل.